السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير نتوما وجميع الأهل والأحباب. اليوم جيتكم في آخر مكان الدراري اللي يتسناو لي أغني ديال أوغوتجو، لي أغني ديال أوغوتجو تاكتيك أخوتي. هادو هما لي أغني ديال البوليس اللي كنا كنتسناوهم جميع، أنا كنت كنتسناهم حيت مكانوش بلو ستوك يلا صوبو. دونك هاد لو كولي تاكتيك ديال أوغوتجو اللي كتمشي مع الأغني ديال أوغوتجو. دونك أخوتي هذا هو الأغني ديال أوغوتجو، غنوريكم فيت وريتو لكم في فيديوهات سابقة، ولكن دابا غنوري لكم في الدية وغنحاول نلبسو سيزار باش تشوفوا كيفاش كيجي للكليبات. دونك حاجة خطيرة، حاجة يا سلام. دونك داير بحال الجيلي باغبال. الجيلي باغبال شنو أخوتي؟ هو الجيلي ضد الرصاص. هذا كيستعملوه مثلا البوليس كيوحي للإنسان أنه الكلب عنده جيلي ضد الرصاص، فيه بوانية على الظهر على هذا الشكل، هذا البونية ديال الظهر على هذا الشكل، هذا عنده جوج ديال الخرصات في اللصق اغني ولا في اللصق الكولي ولا لا لونج. لا فيرميتور اخوتي، شوفوا السداده كيفاش دايره، يعني راه شي حاجه خطيره، شي حاجه. لو سيستيم تاكتيك اخر ما كاين، هذا السيستيم اللي سميتو سيستيم تاكتيك اللي خرجاته الاوغوتجو. الصدر ديالو على هذا الشكل، هذا هنا فين كيجي الصدر، عنده خرصة كذلك ومثال هنايا. سكراتش كله سكراتش، دونك سكراتش الدراري الا بغيتو تبدلو راه كيتبدل، يعني تقدر تبيرسوناليزي هاد لو اغني على الشكل اللي بغيتي نتايا وتكتب فيه الحاجة اللي بغيتي نتايا. دونك هادشي راه كلشي كيتحيد اخوتي، الا بغيتي تخليه غير كحل راه غادي يبقى كحل. بغيتي تلصق فيه سمية ديال الكلب ولا شي دولة انت باغي دير الدرابو ديالك، المغرب مثلا ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا اي دولة شقيقة، كدير الدرابو ديالهم هنايا. دونك لو اغني هو هذا. لو كولي اللي كيمشي مع اخوتي لو كولي تاكتيك هو هذا، حتى هو ديال اوغوتجو اخوتي كما كتشوفوا، لو تيكي هو هذا لاصق. دونك لو سيستيم تاكتيك لا ميم شوز كما كتشوفوا على هذا الشكل، عنده سكراتش اخوتي بحال هكا كتشوفوا، عنده سكراتش، يعني هاد لو كولي يعني كيتاجوستا، تقدر ديرو في العبار اللي بغيتي نتايا، من الكلب صغير وانت غادي حتى كيوصل لانشيان موايان وفيه لي طاي، فيه الام والال والاكس ال. دونك دابا هو عنده خريصه ديالو هنا في كنلصق لا ليس، وعندو ان بواني، لو بواني هو هذا فيه سكراتش، يعني باش نقدر نشد الكلب من العنق ديالو كما كتشوفوا، وكنقدر نسدو السكراتش باش كيبقاش ليا طالع ليا فوق العنق. دابا ندوزو للمرحله ديال تركيب اللعيبه. هادشي ضاع ياك Voilà. Approche un petit peu s'il te plaît. Rendez le poignet dialo comme ça qui met un chauffeau. Le poignet comme ça. Et si tu as le cas, à dit le brina le sco la laisse bien. Donc voilà qui met un chauffeau. J'ai haja raéa. Lâche. Et la papale. Tu me mets un chauffeau. Rendez le poignet. Et la papale. Oh la papale. Tu restes. Tu restes. Tu restes. D'abord, nous avons le gilet. Tu... Lâche. Tu restes. Tu restes. Tu restes. Tu restes. Voilà, Khouji, qui fait ma quête chauffe. Viens par là, Baba. Reste comme ça. فوالا كيفما كتشوفوا حاجة حاجة رائعة، حاجة يا سلام، حاجة روعة. جيلي باغ بال كيشبه الجيلي باغ بال، لي سكراتش كيتحيدو، نقدر نحيد لي سكراتش ونرجعهم كيفما شفتو، نقيد نحيدهم ونرجعهم. إلا بغيت نخليه كله نوار كنخليه كله نوار، بغيت نخليه كحل عند واحد لو شار نعاود تاني كحل، كله كحل غاز. بغيت نلصق لي سكراتش كنلصق لي سكراتش نورمال. دونك الإخوان كيف ما كتشوفوا لاغني من الصدر ديالو يكون على هذا الشكل، هذا الصدر ديالو على هذا الشكل، شي حاجه روعه. تو غاس غارسون
لي حاجه روعه كيف ما كنشوفوا الظهر ديالو على هذا الشكل هذا. ها هو مع لو كولي ديال العنق، لاحظوا حتى الكولي ديال العنق راه كيمشي اسورتي مع لو هاغن. فوالا خوتي كيف ما كتشوفوا، شوفوا الشكل ديال الكلب كيفاش كيبان، شي حاجه شي حاجه يا سلام. فوالا الاخوان هادشي اللي كنت باغي نوريكم، كنت باغي نشارك معكم لو ديرني اغني ديال اوغوتجو، وكنتمنى من الله ما كنتش طولت عليكم. تبارك الله عليكم، كان معكم خالد بدي من الكلب. تشاو. وقبل ما تخرج ما تنساش تشارك معنا في قناتنا على اليوتيوب بروكانا، وباش يوصلك دائما الجديد ديالنا ما تنساش تتابعنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك خالد بدي، وما تنساوش تزورونا على الموقع الالكتروني www.procana.ma اللي غتلقاو فيه جميع معدات تدريب الكلاب لجميع الماركات واشهر الماركات العالميه، وديما من القلب.